طيب اللي ما يعرفش، انا دخلت التحدي بتاع الفلوجرز المصريين او اليوتيوبر المصريين، ان احنا بنعمل 7 ايام فيديو في 7 ايام، حاجه زي الديلي فلوجز يعني بس 7 ايام. وطبعا معايا في التحدي ده شعراوي وكريم رفعت وكريم السيد وناس كتيره كده وعفيفي وناس كتيره. فطبعا انت ما تعرفش حاجه عشان انت ايه مش عامل لي فولو على انستغرام، فوقف دلوقتي الفيديو وادخل اعمل لي فولو على انستغرام بسرعه عشان يجي لك اي ابديت في حياتي اول باول. وده يبقى اول فيديو في التحدي. طبعا مش لازم طبعا اقول لكم ان انتوا لازم تقعدوا في البيت وما ينفعش تنزل غير للضروره القصوى، عشان الكلام ده في 500 واحد قالوا زيي، بس انا برضو هنبه اقعد في البيت وما تنزلش غير للضروره القصوى. الموضوع مهم، الموضوع بجد مش زي ما الناس بتقول عليه هو مس شيطاني وهو مش عارف ايه، والناس اللي بتمشي بتعمل مسارات وبتقول يا رب والله اكبر. انا مش هتكلم في اي حاجه من دي. طيب في واحد من العظماء اللي عندي طلب فيديو عن تمرينات عشان اقوي العصب بتاعي او عشان ازيد العصب بتاعي. طبعا انا مش يعني انا مش اهل خبره في الحاجات دي او مش احسن واحد تاخد رايه في تمرينات والكلام ده، بس ما ينفعش ارفض له طلب. فطالما طلب حاجه زي كده يبقى لازم نعمل له فيديو زي ده. فالفيديو النهارده عن ازاي تقوي العصب بتاعك، يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كلهم بخير. انا كريم عفا بقدم محتوى لايف ستايل موتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، لو عجبك المحتوى ما تنساش اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا في موضوع الحلقه على طول. 7 ايام هنشوف بعضينا، فما تزهقوش من المقدمه دي. طيب ازاي اقوي قوه تحملي او ازاي اقوي العصب بتاعي، او ايه هي التمرينات اللي اعملها عشان عصبي يبقى قوي او قوه تحملي تبقى قويه؟ يعني طبعا هنبه تاني، انا مش عارف اي حاجه في الجيم ومش خبره في الجيم خالص، انا بس بقالي 3 شهور بس خدت شويه اكسبيرينس صغيره جدا يعني، بس برضو مش اللي انا يتراح يتسأل له اي حاجه في الجيم والكلام ده، بس يعني انا عارف شويه حاجات كده وهجاوب بس عليها. فممكن تكون صح وممكن تكون غلط، بس هي فرقت معايا في 3 شهور وهي صح. ففي حاجات تانية ممكن تكون زياده انا ما قلتهاش، بس ممكن طبعا تعمل طبعا سيرش عليها والكلام ده، هتلاقي طبعا ناس احسن مني بكتير وخبره اكتر مني بكتير، بس انا اقول يعني خبرتي المتواضعه جدا اللي هي في 3 شهور. طبعا مفيش دلوقتي طبعا نزول، او مفيش دلوقتي جيمات فاتحه، او حتى لو فاتح انا ما انصحكش انك تروح اصلا اي جيم خالص. التمرينات اللي انا عاملها النهارده هتبقى في البيت وانا بعملها كل يوم الصبح، يعني مش هتاخد معايا نص ساعه تلت ساعه، بس بتاثر معايا جدا، وبعد شهر واحد بس هتلاقي النتيجه بدات تظهر. والتمرينات اللي هقولها مش هتختصر على العصب بس او قوه تحملك، لا هي هتيجي كمان معاها كمان البطن. فهي بصوا عصفورين بحجر، هتجيب البطن معاها وهتجيب العصب. وطبعا قبل ما اقول تمرينات او قبل ما اقول اي حاجه خالص، اهم حاجه انك تشرب ميه 4 لتر على الاقل خالص كل يوم. يعني انت هات لك ازازه لتر كده معاك قدامك واشربها كلها وانت بتتفرج على الفيديو ده، مش تشرب نصها، لا كلها وانت بتشرب على الفيديو ده عشان نبقى متفقين، عشان ما تخانقش معاك. ها اشرب اللتر. طب انت طب دلوقتي هتقول لي طب انا ما بحبش اشرب المايه كتير والكلام ده، فلو انت مش بتحب تشرب المايه اعصر عليها نص ليمونه او حط عليها نعناع اخضر كده فريش، وهتلاقي طعمها حلو وهتعرف تشربها. وبص لازم تشربها لازم. انت قلت انك هتعمل فيديو عن العصب والتمرينات والبطن، ايه اللي دخل الحاجات دي كلها في الميه؟ انت ايه اللعبكه دي كلها؟ هقول لك دلوقتي، وانت ما بتشربش الميه فمخك بيترجم انك اصلا ما بتشربش الميه اللي هو محتاجها، في اي ميه بتدخل لك او اي سوائل بتدخل لك بتتخزن عند البطن، فاللي هي بتبقى الدهون اللي في البطن. فانت بتفضل تقول انا عايز اروح الجيم والكلام ده، ممكن يكون اصلا الموضوع سهل جدا، اشرب ميه. لما تيجي انت تشرب بقى ميه كتير، فهو مخك ذكي جدا، مخك بيعتمد ان اي ميه هو عايزها انت بتدخلها له، فالميه اللي هو مخزنها ما بقتش ليها لازمه فبيصرفها على طول، فبتلاقي النتيجه ملحوظه بعد شهر او شهرين بالظبط. بس لازم المواظبه 4 لتر كل يوم لازم. انا لغيت كتير كده في حوارات كتيره، فتعاون ندخل بقى على التمرينات على طول. اول ما تصحى من النوم هتشرب الميه بتاعتك وهتتسخن بس كده جسمك، هو اسمها كارديو، فانت هتسخن كده جسمك كده الاول عشان تهيئ نفسك للحاجات اللي انت تعملها، ما ينفعش تدخل السخن كده على طول، فانت سخن جسمك. طبعا انت مش هتعرف طبعا تنزل اليومين دول تجري، فانت التمرينه دي ما يعادل الجري. هتستريح 30 ثانية وتبدأ في التمرينة اللي بعدها، وانت المفروض هتعمل كده بالظبط. هي دي بتقعد دقيقة. طبعا انت هتضحك دلوقتي وتقول لي دقيقة ايه، دي سهلة، انت لو قدرت بس تكمل الدقيقة تعالى كلمني، ولو قدرت ماشي زود. المفروض اصلا انت كل يوم بتزود، يعني مثلا النهارده 30 ثانية بكرة دقيقة، يعني مش هتعدي الدقيقة، واليوم ما هتعدي الدقيقة هتبقى دقيقتين بالكتير قوي. يعني دي فايدتها انها بتشد البطن جامد جدا جدا، وبتقوي العصب بتاعك جدا او قوه التحمل بتاعتك. انت بس لو كملت دقيقه بس تعالى كلمني، انت من اول الدقيقه هتعرف ان في فرق طبعا.
وفي خدعه كده بسيطه كده انا بستخدمها، انك اصلا ما تفكرش في الدقيقه او ما تفكرش فات قد ايه وباقي قد ايه وانا مش قادر والكلام ده. انت ممكن تفكر في اي حاجه تانية، او ممكن مثلا تركز في اغنيه مثلا في بالك او اي حاجه، هتلاقي ان الدقيقه عدت بسرعه، فمش لازم تفكر في الدقيقه او فاضل قد ايه وعدى قد ايه، هتلاقي الوقت كتير. فانت حاول تشغل نفسك باي حاجه وهتلاقي الدقيقه عدت بسرعه، وهتستريح برده 30 ثانيه وهتعمل التمرينه الثالثه. هي تقريبا، بس اللي انت هتعملها كل جانب لوحده، كل جانب دقيقه. دي بتستهدف الجوانب بتاعه البطن، وبرده بتشد البطن، وبرده بتقوي العصب بتاعك او بتقوي قوه تحملك، وهتلاقي برده فرق برده واضح جدا من اول شهر. رابع تمرينة مهمة جدا جدا لحرق الدهون بتاعت البطن، انت مفروض هتتمرن كده، بس انت مش هتترفع كلك، او انت جسمك مش هترفع كلك النص الفوقاني كله، لا، انت بس بتعصر بطنك وانت بتطلع. يعني وانت بتطلع حاول انت تعصر بطنك جامد. هتعملها من 25 ل 35 عدة في 3، يعني 25 و25 و25 وتستريح كل مجموعة 30 ثانية في النص. دي تقريبا بص هتشد بطنك شدة بنت لذينة، وهتحس بالاثر بتاعها كويس جدا وانت بتلعب. دول اربع تمرينات كده لو عملتهم كل يوم صبح مع شرب الميه لمده شهر او شهر ونص، هتلاقي نتائج ملحوظه جدا في العصب بتاعك وفي قوه تحملك وفي بطنك عموما. طبعا احنا طبعا عايزين نعمل بطن كويس عشان فورمه الساحل، وشكلها مش هتبقى فيها ساحل عشان فيروس كورونا والكلام ده، بس يعني انت لازم يكون جسمك كويس اصلا. وطبعا في تطبيق هينفعك جدا جدا في حوار الجيم بتاع البيت والكلام ده، بس بعد الفيديو ده احل لك كل مشاكلك وعن تجربه شخصيه. عايز جيم ببلاش، عايز جسم كويس، عايز تعمل كل حاجه بتعملها في الجيم من غير ما تدفع ولا جنيه ولا تنزل من البيت، حلك عندي. الابلكيشن هيحل مشاكلك كلها، موجوده على iOS وموجوده على اندرويد ومجاني. وهتعمل جسم كويس بعد سنه، بعد 3 شهور هتعمل جسم كويس لو انت انتظمت فيه بعد شهر واحد بس. هسيب لك الفيديو بتاع التطبيق ده هنا او هنا، انا دايما بنسى، انا مش عارف بيبقى فين والله. على ما اظن هنا، يعني على ما اظن الفيديو ده بيتكلم عن ابلكيشن هيساعدك في تمرينات البيت، وازاي تقوي العصب بتاعك، وازاي تعمل فورمه كده على قدك في البيت. يعني هو الفيديو حلو جدا، لازم تتفرج عليه. وبس كده اول فيديو من التحدي خلص، ازاي تقوي العصب بتاعك. لو عجبك تابع الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر تحت هنا دي كده، عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. ولو في تحديات ثانيه تعرفها، ديك انت ما كنتش عارف اللي هيبقى في تحدي هو، فانت ادخل اعمل فولو على انستغرام واعمل شير كده في كل حاجه موجوده. وكالعاده دوسه كوتش، سلام عليكم.